السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد على القناة. كما عودتكم دائما بالجديد، بما أننا مقبلين على شهر رمضان المبارك، الله يدخلوا علينا بصحة والسلامة ولا فاقدين ولا مفقودين بإذن الله. غادي اليوم غادي نشارك معكم واحد المحل ديال التويبات، محل صراحة بنات غزال بزاف، يعني أي حاجة بغيتيها غادي تلقايها بثمن جد مناسب، ودائما كاين الصولد وكاين الجديد. اي حاجة بغيتيها، اي حاجة ما لقيتيهاش في السوق غادي تلقاي ان شاء الله في هذا المحل هذا، بالالوان وبالشكيلات، باي حاجة يعني كترضي. هذا المحل هذا كيرضي جميع الاذواق. هنايا واحد الرسالة بالنسبة لاصحاب المحلات اللي بغاو يديروا الاشهار بالنسبة للمحل ديالهم، فمرحبا بكم، يعني ما كتكتفيوا الا فقط بارسال الفيديوهات ديالكم على 0699 99 79 55، فقط 0 درهم، ما عليك الا تسجل الفيديو ديالك وغادي تبقى هكا كتعطي الاثمنة للمنتوجات ديالك، باش بلا ما يبقى كل واحد يسولك بشحال هادي بشحال هادي، يعني كيكون هذاك الفيديو مختصر. اللي بغى شي حاجه كديروا ليه سكرين وكتصيفطوها، ويعني كيعرف الثمن بلا ما يبقى كل واحد يسول بوحدو. هذا المحل هذا فن، وحنا خدينا منه واحد التويبات من بعد غادي نشاركهم معكم، فقط بغيتكم غير تاخذوا واحد اللمحه على المحل، واحد الرؤيه، باش اللي بغات شي حاجه وكانت نيت كتقلب عليها وبانت ليها في هذا المحل غادي تجي ليها باذن الله. غادي نخلي لكم المحل ديال الاخ ياسين وكذلك حتى الرقم الهاتف ديالو باش تواصلوا معاه. هذا المحل هذا كيتواجد بحي اناسي، هنايا راه كيدير لكم تنسيقات للتويبات، كيجيو صراحه فنين غزالين، وعلى ضمانتي غير سيروا ما غاديش تندموا. المحل كيقدم لكم عروض يعني اللي هي رخيصه بزاف البنات ومناسبه، خصوصا اننا كنعرفوا في شهر رمضان التواب كيغلاو والخياطه كتغلى، يعني كتحيري واش غادي تاخدي توب ولا غادي تخيطيه. هنايا يعني كتاخدي واحد التواب اللي هما فنين صراحه، خدتي واحد التواب فنين اللي هما طرزهم فيهم، فقط كديري لهم غير واحد الخياطه خفيفه، ما كتطلعش عليك غاليه نهائيا الجلابه، كتجي رخيصه بزاف، وحتى الشكل ديالها زوين، وكذلك كاين لاكاليتي في التوب، يعني ماشي كنقولوا التوب رخيص راه ما كايناش لاكاليتي، لا بالعكس لاكاليتي هي اللي كنتكلموا عليها. داكشي زوين، كاينه جوهره، كاين جميع انواع التواب، تقفاطن، جلابه قفطان، اللي عجبكم غادي تلقاوه ان شاء الله في هذا المحل. غادي نخليكم هكا كتاخذوا دويره بعويناتكم، ومن بعد غادي نشارك معكم جليلبات والتويبات اللي خدينا.
هنايا البنات غادي نشارك معكم تويبات ديال 130 درهم اللي كنا خدينا منهم، اللي هي 2600 ريال، ما عرفت صراحه نقول لكم بالفرنك. كيجي هذا الطرز ديالهم، كيجيو هما اصلا طروزين كيكونوا داخلين فيهم لوينات فنين. بالنسبه لهذا يعني كتو عنده غير طرزات في الصدر، ما عندوش في اليدين. هاد الشكل هذا الثاني راه موفا البنات، عنده ديك الطرزه كتجي دايره كي الشمر، وعنده ديك الطرزه بحال الزائد كتجي في اليدين. كاين هاد خضر ملكي، ما عطيتش الكاميرا اللون ديالو، كتجي عنده فقط غير طرزه وحده في الصدر وجوج في اليدين. هاد التويبات هادو ان شاء الله ملي تخيطو غادي نوريهم ليكم. كاين ان شاء الله هاد الموف هذا اللي هو وريتو لكم في الاول، غير الكاميرا ما عطاتوش اللون ديالو على الخضيضر اللي حداه، هو داك الخضر الملكي اللي كنت وريتكم. كانت هذيك هي المليفه ديال الطاليان، شي حاجه اللي هي طوب البنات. بالنسبه لهاد الثوب هذا اللي فيه طريزات، فهذا البنات هذه المليفه ديال ليليان، شي حاجه طايحه كتجي رطبه وكتجي حرير، كنخيطوها هكا قفيطنات فقط، كتنزل غير سامبل يعني شي كروشي خفيف، شي رانده خفيفه اللون في اللون، اولا مثلا كديروا عقيدات نص طوق وكتبقى لتحت غير السفيفه، داك الشيء كيبقى اختيار ديالكم. انا فقط هنايا كنشارك معكم التويبات اللي خدينا، كيجيو غزالين البنات، وغادي نوريكم حتى الخياطه كيفاش كتجي على هذوك الجلالب. القفاطر باقي ما وجدوش في الخياطه، الجلالب غادي نوريهم ليكم. بالنسبه لهاد الجلابه كان فيها هاد الزواقه في هاد الموديل، كتجي الطرزه ديالها هابطه في الصدر وجوج طريزات في اليدين. هنايا ما كتخسروش بزاف نهائيا على الخياطه، لان صراحه في هذيك الطرزه كتغنيكم على انكم ديروش خياطه طخو شارجي، كتجي فنيه يا البنات، شي حاجه مستيليه راقيه. هاد الجليلبات هادو البنات كيمشيو جلابه قفطان، يعني كيمشيو حد الداريات، وكتجي فيهم يعني ديك السلته فقط غير نص طوق ديال السفيفه ولا ديال العقيدات. وهنايا غادي نوريكم الموديل ديالنا، تبارك الله راه لابسه لينا الهلاي خطيك الوالده، شوفوا الوالده ديالي تبارك الله، الله يطول ليها في عمرها، الله يحفظ لكم ميماتكم اللي ميته، الله يرحمها ويوسع عليها ويدخلها فسيح جناتها ان شاء الله. هنايا غادي نوريكم هذيك اللي قلت لكم كتجي بحال الشمار، كتجي هكا الطريزه كتجي دايره، كتجي هكا من الكول الجناب كتجي دايرين، وعندها هذيك الزائد في اليدين، دوك الطريزات ديال اليدين. علاش كنقول لكم ما تحتاجوش تشارجيوها، غير خياطه خفيفه. بالنسبه لهاد الخياطه هذه راه ما واصلهاش البنات حتى ل 200 درهم، وكتجي غزاله، كتنزل هكا بهذيك السفيفه راه فيها بحال كيبان لكم بحال فيها الزق اللي في الجناب، غزاله كما شفتوها. الوالده ديالي راه كتلبس لكم باش توريكم، الله يخطيها عليا. هاد الثوب هذا عرفتو ديك كيقولوا ليه المسوس البنات اولا المخرج، كيكون هذا هو الشكل ديالو، حتى هي غادي نوريها لكم يعني ملبسه على الوالده ديالي. كنتمنى انكم تفاعلوا مع الفيديو وتحطوا لنا هكا اكثر عدد ديال لي لايك، وشكرا لكم الاشتراك ديالكم على القناه والدعم ديالكم المستمر. كما كنقول لكم اي واحد كان عنده محل وبغى يدير ليه الاشهار مرحبا بك، ما عليك الا فقط تراسلني على 0699 99 75. وغادي نخلي لكم ايضا النمره ديال الاخ ياسين باش تتصلوا بيه، اللي هو صاحب المحل اللي غادي تلقاو عنده هاد التويبات باذن الله. ونستودعكم الله ونتلاقى معكم فيديو جديده ان شاء الله، ومرحبا بكم في اي وقت، اي واحد بغى يتصل ويصيفط الفيديو ديالو مرحبا به، ما كنحتاجوش نهائيا مبالغ ماليه، فقط فابور، حنايا كنستافدوا بالفيديوهات وانتم كتستافدوا بالاشهار. كنتمنى انكم تدعموا هذه القناه بالضغط على زر لايك والاشتراك وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم اي جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.